بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 6 ليكتشر 6.2، نشوف اللينير مومنتوم، سيستم اوف يونيتس، ايكويشن اوف موشن، والديناميك اكوليبريم. نبدأ باللينير مومنتوم. عندنا سم اف، نعرف انها تساوي ام في اي، الاي هذه اللي هي الاكسلريشن، ودنا نبدل استبدل عنها هنا بايش؟ بالديريفيتيف اوف ذا فيلوسيتي اللي هو مشتق السرعة بالنسبة للزمن. راح مدخلين الماس هذه جوا لأنها ثابتة، وبعدين هذا المقدار نسميه ايش؟ نسميه linear momentum of the particle، نعطيه الرمز L. هنا في عندي كتلة سرعتها في هذا الاتجاه، هذا يعني انه linear momentum تبعها في هذا الاتجاه اللي هو mv. إذا كانت resultant force هنا تساوي صفر، فهذا يعني انه linear momentum يبقى دائما ثابت. لاحظ يعني انه مشتقة اي شيء تساوي صفر، هذا يعني انه ال هذه تكون ثابتة، طبعا في مقدارها اللي هو الماجنيتود والدايركشن والاتجاه. بالنسبة للسيستم اوف يونيتس، هنا ناخذ بس السيستم انترناشونال سيستم اوف يونيتس اس اي يونيت. في عندي بعض اليونيت اللي هي البيزك يونيتس، الوحدات الرئيسية، مثلا الام بالنسبة لللينث المسافة، والكيلوغرام بالنسبة للماس، سكند بالنسبة للتايم. لكن بالنسبة للفورس اللي نحن نحتاجها في السكند لو، هذه ديريفيت. ايش ديريفيت؟ يعني هي مشتقة من وحدات أخرى. لاحظ هنا عندي الفورس تساوي ام اللي هو الكيلوغرام، اي اللي هو متر بير سكند سكوير، تساوي 1 كيلوغرام متر بير سكند سكوير. إذا هي مشتقة من ثلاث وحدات. إذا عندي كتلة تتحرك بأكسلريشن 1 متر بير سكند، هذا يعني إنه القوة تبعها حتكون 1 نيوتن. إذا في عندي كتلة 1 كيلوغرام، فالويت تبعها هو 9.81 نيوتن، لأنه هذه هي بالنسبة لنا الجي. نشوف الإكويشنز في موشن. طبعا أنا في عندي كتلة هنا أثرت عليها several forces، في عندي قوى مختلفة F1 و F2. هذا المجموع، هذه القوى اللي هو sum of equal MA، معناها هذا ممكن نستعيض عنه بفكتور جديد اسمه بس الـ MA. طبعا هنا في حالة الـRectangular Component اللي هي إحداثيات مستوية أو مركبات على المستوي، يكون عندي ثلاث مركبات الـ X-axis، الـ Y-axis، والـ Z-axis. نفس الشيء بالنسبة للـ Acceleration لأنهم كلهم فكتور. بعدين اللي فيه مركبة الـ I نروح مساوينه sum of equal MAX، هذه مع هذه، نعمل نفس الشيء بالنسبة للواي وبالنسبة للزد. طبعا الـ A ما هي إلا المشتقة الثانية للـ X، الـ AY المشتقة الثانية للـ Y، نفس الشيء بالنسبة للزد. أما لما نتكلم عن الـ Tangential End Normal، يعني المركبة المماس والمركبة اللي هي العمودية في اتجاه السنتر، فيكون عندي مجموع القوى في اتجاه المركز يساوي MAN. AN هي V سكوير على R، بالنسبة للصم مجموع القوى على التانجنشال كومبوننت تساوي ام اي تي، و اي تي اللي هي دي في اوفر دي تي، مشتقة بالنسبة للزمن السرعة. دايناميك اكوليبريوم، هل ممكن نكتب نجيب طريقة مختلفة او بديلة لكتابة قانون السكند نيوتن سكند لو؟ لاحظ مش عندنا اصلا الصم اوف فورس ايكوال ام اي، لا، نجيب MA للناحية الثانية وتصير ماينس MA. ماينس MA هذه تسمى الانيرشال فيكتور. لاحظ هنا عندي sum of force، وهنا عندي ماينس MA، والمفروض المجموع يساوي صفر. يقول لك انه هنا اذا كانت مجموع هذه القوى تساوي صفر، هذا يعني انه هذا السيستم يحقق الشرط اللي هو dynamic equilibrium او الاتزان ديناميك. ممكن كمان نسميه ماينس ام اي، هذه نسميها الانيرشال فورسز اللي تقيس ايش؟ اللي هو الريزيستنس ذات بارتيكل اوفر، يعني المقاومه اللي تبديها البارتيكل لاتجاه التغير في الحركه. يعني مثلا على سبيل المثال لما تتغير سرعه بارتيكل او الاتجاه تبعها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.